جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة سميرة أحمد. أهم أعمالها السينمائية صراع الأبطال، أم العروسة، خالد الأيام، خالد الحليم، عن رواية الأديب نجيب عطوف. من الأعمال الدرامية التي شاركت بها محمد رسول الله، غدا تتفتح الظهور، ضد التيار، المنقى من زمن الحب، أمير العابدين، يا واد مين الشريف، أحلام في البوابة، دعوة فرح، جدار الأمن، ماما بالاسم. وقد حصلت على العديد من الجوائز والاهتمامات من المهرجانات المحلية والعربية، منها المهرجان القومي للسينما، مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، كما حصلت على عشرات الجوائز وشهادات التقدير من جمعيات ومؤسسات فنية. جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة سميرة أحمد، والتي اعتذرت عن الحضور لظروف طارئة صباح اليوم. جائزة المركز الخاصة. جائزة المركز الخاصة الفنانة القديرة إلهام شاهين. ثم حصلت على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل. الانطلاقة الحقيقية لها كانت في السينما، وتحديدا من فيلم أمهات في المنفى عام 1981، وبعده فيلم العار عام 1982، والذي كان بداية لشهرتها وسطوع نجمها. وتعتبر فترة الثمانينيات هي المرحلة الأكثر رواجا في السينما لها، حيث قدمت خلالها ما يتجاوز على 33 فيلما. قدمت عام 2009 دورا مهما في فيلم خلق التوزيع، شاركت في مسلسل قضيه معالي الوزير، وعام 2015 لعبت دور حوريه الشحاته في فيلم هز وسط البلد، وفي عام 2016 شاركت في فيلم يوم للستات، وفي نفس العام لعبت دور زهره سليمان الغانم في مسلسل ليالي الحلميه الجزء السادس. اما عام 2020 فقد قدمت فيه فيلم خاطر التجوال، و 2022 مسلسل بطلوع الروح الذي نالت عنه العديد من الجوائز من عدة مهرجانات. حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مشوارها الفني من مهرجانات دولية وعربية ومحلية، كما حصلت على جائزة المركز الكاثوليكي المصري للسينما كأحسن ممثلة عدة مرات، وشاركت بلجان التحكيم في المهرجان السنوي في العديد من الدورات. مشواري السينمائي وهو مشوار الحقيقة مليء بالمتاعب والمصاعب والصراعات والمشاكل، لكن الحمد لله أنا في الآخر بقول هو مشوار أنا بالنسبة لي مشرف وفخورة بيه جدا وسعيدة بيه، وبيوصلني إن أنا النهاردة أتكرم من جهة محترمة، جهة دينية تحترم الفن والفنانين ودايما معاهم في كل المواقف الحقيقه. يعني المركز الكاثوليكي والابا بطرس دانيال دايما معانا في التعب، في المرض، في العزاء، في الفرح، في الجوائز، في المهرجانات. شيء جميل جدا ان جهه دينيه محترمه زي المركز الكاثوليكي تبقى واقفه دايما جنب الفن ومقدره رسالته الانسانيه ومقدره قيمته وتاثيره على المجتمع.
فانا سعيده جدا اني باخد يعني تكلم مع مشواري من اعرق المهرجانات في مصر والوطن العربي، ولهم الف مبروك على مرور 70 عاما. وطبعا النهارده يعني انا كان نفسي اكون شكلي فرحان اكتر من كده ولابسه ملون، كنت محضره يعني فستان مختلف خالص للتكريم، فرحانه بالتكريم. بس الحقيقه يعني الحياه ما بتديلناش فرصه ان احنا نفرح، يعني يوم التكريم بعد التحضير اتفاجئ الصبح طبعا وفاه صديق عزيز جدا 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 على قلبي، الفنان الكبير سمير صبري رحمه الله عليه، وهو من اكثر الفنانين مش بس فنا، انسانيه اطيب واجمل القلوب. ونتصادف كمان النهارده الذكرى السنويه الاولى للصديق العزيز الغالي الفنان سمير غانم، بنفتكره دايما بكل خير، واكيد مش هننسى 20 مايو ان احنا كل سنه هتبقى الذكرى السنويه للاساتذه الكبار وبنفتكرهم دايما بكل خير. اسفل الاطاله وبشكر كل محتاجينهم بطريقتهم. فريد الميزاوي للمخرج القدير مجدي احمد علي، مخرج ومنتج ومؤلف مواليد 26 اغسطس بمحافظه القاهره، وقد درس فنون الاخراج في المعهد العالي للسينما، وكان يظهر عليه ملامح الموهبه والتفوق منذ يومه الاول، وتمكن من ان يصبح مساعد مخرج لعدد من مخرجي السينما المصريه والعربيه مثل المخرج الكبير محمد خالد والمبدع خير بشاره، بالاضافه الى عمله مع العالمي يوسف شاهين. ظل يعمل ويجتهد، وكان يتميز بقوه ملاحظته التي جعلته يقوم باخراج اول فيلم له عام 1996، وهو يا دنيا يا غرام، من بطوله الممات ليلى علوي، انهام شهيد، وهالة صدقي. وكانت المفاجاه هي حصول الفيلم على اكثر من جائزه محليه وعالميه، من اشهر الافلام التي قام باخراجها فيلم اسرار البنات، كما قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية منها البطل، الحب موتى، خالد الفوزية، كما قام أيضا بتأليف وإنتاج وإخراج فيلم عصافير النيل الميناء، كما شارك مع الكاتب الكبير إبراهيم عيسى في كتابة سيناريو وحوار فيلم مولانا الذي قام بإخراجه. أما على مستوى الأعمال الدرامية فقام بإخراج مسلسلات فريسكا، مملكة الجبل، وضع أبني، حصل على العديد من الجوائز خلال مشواره الفني، كما حصل على اكثر من جائزه من مهرجان المركز الكاتوليكي المصري للسينما، وشارك في لجان تحكيميه لاكثر من دوره اثناء دوره 25 يناير، تقدم باستقالته من منصبه كاحد اعضاء مجلس اداره المركز القومي للسينما التابع لوزاره الثقافه، وذلك احتجاجا ورفضا للاحداث التي شهدها من ذلك العام.